فش لا تكافح خليك مسامح انا اسمي ناجح امسك اعصابك بعد 3 2 اكشن. من محافظة سلفيت نرحب بكم ويسعدنا ان نطل عليكم وتكون ونكون معكم. عيد ماشي. بس ارفع لوجو وانت بتحكي. تمام. من محافظة سلفيت لوجو معكوس. طيب قولوا لي يا جماعة من السمش شايفين هذه لازم تنبث. هلا ما هو يعني شوف هيك مزبوط اللوجو؟ مزبوط بس ماشي. لما ترفعه خلي لي اياه هيك عشان يكون ظاهر لوجو ايوه بالضبط. طيب من محافظة سلفيت نرحب بكم ويسعدنا ان نطل عليكم ونكون معكم طوال ايام الشهر الكريم بالبرنامج المسابقات بسمة. بسمة مبادرة معلش عيد مش بالبرنامج المسابقات ولا. برنامج المسابقات. طيب جمال ولا طبعا بده مش مزبوط طبعا يسعدنا ونحن في أول يوم من هذا الشهر الكريم أن نستضيف محمد شوي خذ نفس يسعدنا بس ركزش في البرنامج بالعامية البرنامج بالعامية بالعامية بالشارع بالعامية يطلع من جو الكاميرا يسعدنا ما بدك تفضحنا يصير مين الأعاد يسعدنا هسا أنا معاي يعني فهمت علي أنا بدكك برضه طيب دخيلك يعني نشيل مشوار صغير اسمع ما تطولها كثير وانا تيست وكتبتها الكد انا بعرف كتبتها محمد كل البرنامج 10 دقائق احنا معانا 3 انت مقدمتك صرنا عايدينها 5 مرات يعني والله انا قاعد مع عطوف تو خايف لا 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 خذ نفس طيب طيب اكملوا العيد من الاول لا من اول طبعا شايف شو متعب شغلنا طبعا هسه ما بلشناش طالوا لنا هو لما قالوا لي المخرج اكرم والله خفت دقيقه والله ما عارف يتحدث يسعدنا ونحن في اول يوم من هذا الشهر الكريم ان نستضيف عطوفه محافظ سلفيت اللواء الدكتور عبد الله كميل محافظ محافظة يعني انا ما تعاملنيش بالصف الاول خلينا نمشي يعني انا لهجتي معروف بالعامية طب اسمعني شوي انت جيت بدك تقدم البرنامج تمام طيب صحيح وحكينا لك ركز على امور اللغة العربية حكيت لي انا بقدم برامج وكاميرا خفية الكاميرا الخفية شيء وهون شيء ثاني هسا انا بقدم البرنامج على اساس مش اني مذيع انا فنان لا انا بيسعدنا بيسعدنا ان كذا هيك اعطيني هيك يعني حتى الناس بتتقبل الكلام باللهجه العاميه ممكن يكون اكثر من طيب هي شايف هاي متسرين الكتاب زلمه كاتب والله جريدي والله العظيم كاتب جريدي يا طيب رجل هسا اعطيني المختصر عطوفتك انا اعيد من وراك يعني اعطيني انت المختصر نتفهم البرنامج وفهم الفكره لا انت قدمه بطريقتك طيب هو انا اذا بدي اقول لك راح تتخربط لحالك قد بس اعطيني رؤوس الاقلام وانا ببني عليهم استاذ شو رايك يصير بس عطوفته دكتور وعنده ثقافه عاليه جدا وين المشكله استفيد منه هذا البرنامج الذي اقسم بالله لخلقه اقسم بالله يسعدنا في برنامج بسمه ان نستضيف محافظ محافظه سلفيت الدكتور عبد الله كميل ابو زياد ليكون معنا في هذا ابو جهاد ابو زياد انت قلت لي ابو زياد انت حكى ابو زياد مش قلت لي برا ابو زياد طيب يلا معلش متاسف الغلط مردود وانا انا متاسف لك بس تفضل يلا طيب يعني مش متاكد من اسم عطوفته ليش بتقول لي اللي يعرفنا اكثر على محافظه سلفيت ويقدم كلمه ونحن في اول ايام شهر الفضيل لابناء محافظه سلفيت كات معلش مين اللي حط المي انت حاطط المي مو برنامج رمضاني حاطط مي شوف يا حبيبي شوف صح يعني اول يوم في رمضان حاطين مي ومفطر المحاضر طيب هذا عمين المخرج انا والله لو انتبهت على الكاميرا مش واضح اصلا ولا مبين معلش
شوف لما احنا قاعدين بنمثل انه اول يوم في رمضان وقاعدين احنا حاطين مي قدام المحافظ. انا اللي حاططهم من تبدا اللي حاطط. انا مش حاطط، لا ما حطيتش، انا مش مسؤوليتي خلص، مش مسؤوليتي. ايوه هذه طيب، بس ان شاء الله بدي اعيد اللي قلته ولا دخيل من بسم الله عليك ابو محمد عن جد بدنا نخلص. طيب اطلع من طيب جوه. خليك ورا الكاميرا، خليك ورا الكاميرا. طب يلا تفضل، خليك ورا الكاميرا. صديف عطوفة محافظة سرفيت أبو زياد في برنامج بسمك. اسمي أبو جهاد. بعدين مش مستهيل، احنا ضيوف، احنا ضيوف في محافظة سرفيت. أنا بتعرف ليش ابتسمت؟ لأنه أنت اللي بليتني في اسم أبو زياد. طيب أنا متأسف، أنا غلطت اللي بليتني في اسم أبو زياد. عيد. طيب متأسف. نرحب بكم في محافظة. هاي كمان. خذ يا حبيبي، خذ يا حبيبي. معلش أستاذ. والله العظيم بكاد اقولها مزبوط قسما بالله، يعني هاي بكاد بتزبط معي. والله اني عارف راح اروح من غير شعر، راح نتفهم اليوم. طيب لا عيد والله كان بس نرجعش كم زياد الحاف مش قصه. تعرف ابو زياد ليش علق في مخي؟ هو كله ابو زياد، بس انا في رجال اسمه ابو زياد الله لا يعطيه العافيه داي مني 150 شيكل ومن شهر بفتره وانت بدي سبتهم. سيت انا بعطيك اياهم بس خلصنا. اليوم ما جابلنش. امانيه بالحريه والاستقلال. فاتح الورقه هيك للكاميرا. اه طيب شو عم بيني فاضي خليها واضح. اه طيب خلص. طيب انا بعدش. انا بعدش بالمره. لا هو بعدش. آه. طيب ماشي، انت كلمه المحادثه. آه. انا بعرف شو احكي، ما صدقت اقول هالشيء انت. تمام يلا اطفت. يلا نعيد؟ آه. من عند كلمة محافظ تفضل. جل وعلا أنا قلت إنه رمضان صح؟ معلش بس سعادة المحافظ لما بتحكي معاه خلي يعني خلي وجه الحكي لإله لهون لأنه هناك على الكاميرا مبين. والله لا بحبسنا لا بطرنا اليوم المحافظ. مضيف عنده شو بده يعمل احنا ملكه. حبيبي. طيب أهلا وسهلا بكم في محافظة سلفيت، محافظة الزيتون. معلش بس ارفع راسك شوي بزيادة إذا بتشوف على الكاميرا. أيوه يا الله. نعم. يا الله ما أثقل دمك. قدوم لسه بده يجي. احنا في بداية شهر. طيب. احنا في أول يوم شهر رمضان. حاضر. هاي المحافظ غلط، هاي المحافظ طيب. غلط قال قدوم. بس هو ضيف أنت مقدم. آه لا يعني طيب. لما عطوفتك لما قلت قدوم إنه لسه ما جاش. طيب يعني قدوم المولود على الطريق. آه. انه اليوم الاول. اه بدنا نقول مقدم. لا اه لا اليوم الاول قدوم. طيب انا كمان دارس عربي مش حالك دارس عربي. كان طيب. شفنا العربي بمقدمتك. طيب بتصلح لي بصلح لك. اه حاضر. طيب. يلا معلش كمان بس ارفع راسك شوي كمان. دخلت بشغلك يا عمي؟ مو بنفعش. انا دخلت بشغلك. احنا مقدمين عطوفة محافظ. تمام ما بتعرفوش تشتغلوا ما تيجوش. طيب ماشي. البسمة على وجوه معلش. الناس محمد يعني اطيق ما انك موجود ولا كلمه. لا بت الكاميرا بتظل عليه. هو بديش اقطعه يعني بديش اقطعه. مش تقطعه هلا بيحكي يحكي. يعني ادخل معاه بالحكي. ما هو بصير يقول بصير. تفضل. اهلا وسهلا بكم. معلش المحافظ اسمي يا عمي سنة. غير الزاوية. أنا متأسف إذا يعني بضغط شوي بس عشان ما أغير زاوية. طيب. الكاميرا أرجع من أول عيد. تمام هيك. تفضل. والله ستة بس يكون صنم كمان يعني. لا أنت عارف شو أنا عندي. زي رجل لازم. متحرك. معلش. رجل الآلي. كل عام وأنتم بخير. كل عام وكل أبناء شعبنا في كل مكان بألف خير. هاي موافق عليها؟ أنت موافق عليها هاي؟ يعني كل شيء بتعترض عليه موافق عليها؟ لا كله قطعي. اسمع أنت لازم تحكي. تمام. طيب إيش يا زلمة؟ يا ابن صايم. صح. مالك؟ صح الصايمين كلهم بيقولوا. طيب. أنا بشوف صايم كيلة. يعني بدناش نطلع عادة جديدة عند الصايمين. صير تمشي في سلفيت كل الناس. لا خلص تعرفوا صايم. صير تلقي في الوعد كله صايم. طيب. جاهزين؟ جاهزين. سعادتك. بس بدون مقاطعة هالمرة. يلا إن شاء الله. بدون مقاطعة. إذا اسمعي. إذا هذا أطفي الكهرباء خلص. ماشي إذا برد الكهرباء. يعني مع مطرود. طيب.
اليمن والخير والبركات. والله بدي اقولها بس خايف والله ما حتطلع من الجو الاول انت على الفاضي انا متاكد راح يصير فيه هيك يا عمي مش قلت لك ولا ما حكولي اخر مش قلت لي هو بيحكي معطوف تقول من جد اللي قلت لي ضليتك تستنى لاخر حكيت وبقسم لك أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر على شعبنا وقد تحققت أماني وبحريته واستقلاله هذا الشعب. بس هو كان أول يوم رمضان صح؟ وحياة ربك ملامح وطوفته مبين أنه جيعان يعني كيف يقنع المشاهد أنه يوم يعني دور شغلك هذا عطوفته ما الصبح والواحد بده يصبح جيعان ومبين انك زي ما تلسلت لك في الطابون ومروح يا عم لا انت ناجح ولا انت عامر منيح لك هيك انا موافق انا يلا بس انا انا بدي اقول لك ليش انا ناجح وانا عامر ولا ناجح ولا عامر اكنك ليش انا ناجح وانا عامر ابعد شوي صغيره شو دخل لانه اللي احنا فيه كم رخ فيه يمسك اعصابك والله والله فلا ضل ماسك اعصابه يعني ماسك احنا برنامجنا تبع بس ما بنيجيك اول يوم رمضان عشان تكون جيعان ومبين الملامح عليك مضبوطه حبينا بس ما عصبناش بالعكس احلى حلقه انه كلها ضحك اها خلص احلى حلقه انه كلها ضحك احنا